نظافة يبني فلق المحار. يا سلام. الله يسلمك. زين خبرني هذا من ايدك، هذا شو تسمى هذه؟ هاي الله يسلمك المفلقة. هذه المفلقة. نعم. يعني هذه المفلقة هذه تفلقوا بها المحار بدون. نعم. هذا ما تقدر تفلقوا المحار؟ لا. بدون هذا ما تقدر. مستحيل. ايوه. نعم. زين. الان فلقت انت المحار الان. نعم. شو تدور على شو؟ دور على اللولو والله يسلمك. على اللولو. على القماش. هذه فيها شيء الحين؟ والله ما فيها شيء. جيب عبد الله جيب هذا، جيب هذا. حصلت مساعة تو ساحتي صغيرة. حصلت. نعم. أيوة. نعم. الآن ياس يفلق المحار. طبعاً ما حصل شيء. ما في. بس هذا لداخل هذه اللحمة اللي داخل هاي توكل ولا تنتح؟ لا توكل الله يسلمك. توكل. نعم. كيف يسوونها؟ خرط هذه ينظفون الله يسلمك. ينظفونها. شو هاي قبل شوي حصلت. أيوة. هذه ها. إيه. زين. بس طبعاً قبل. الايام الاول الله يسلمك يبون كميه كثيره حسب ان يجمعون القماش وهذا يعني. نعم. الحين طبعا نحن هذا مثل ما تقول نموذج نعلم الصغاريه ونعلم زين. اللحمه اللي هذا داخل اللي قلت لي يسوونه صالونه ولا شو؟ والله شوف على حسب. أيه نحن نسوي صالونه. أيوة. نسوي ناشف. ايوه. ونسوي تحت العيش. تحت العيش. نعم. بس طبعا اول شيء تنظف الله يسلم. اي نظف. اي في شيء تفوره هو. نعم. بروحه بعدين يطيح. هاي مثل هاي اللي وينها هاي. اها هاي ما ياكلونها تعور البطن يقولون. ايوه. ها. وعندك هذا اللي هذا هاي نعقه. نعم. مثل لحمه الدود. نعم. نعم.